ماما نلعب انا وياك حكاوي. طيب يلا انا بسألك، هل تفضل الحصول على مال كثير ام وقت كثير؟ افضل الحصول على وقت كثير عشان اقدر اجيب فيه مال كثير. انا مال كثير عشان اقدر اجيب مال كثير اصلا مليونير. ما هي افضل الاشياء التي تدين بها لوالدك أو والدتك؟ أدين لهم حرصهم على تربيتي تربية صالحة، وحرصهم على تعليمي ونجاحي في دراسة وبناء طموحي. أكثر شيء أمي اللي أدين له. كانت تنصح لأبوك أنه يسجل في الدراسات؟ هي كانت تشجع لأبوي، تقول له خلهم يدرسون، خليهم يكملون دراساتهم في الجامعة. فأكثر شيء أدين له أمي في بناء مستقبلي، فلها جزيل الشكر والامتنان. وابوي طبعا. ووالدك طبعا. ابوي نفسه. نعم. ما هو طموحك الذي يسكنك؟ اشوف ابنائي بصحه وعافيه وفي سلام وامان. وفي طموحات ثانيه اخرى بعدين اقولها ان شاء الله بالحلقه الثانيه. هل تفضل ان تحقق لك امنيه واحده امنيه واحده اليوم أم أن تحقق لك 3 أمنيات بعد 5 سنوات؟ ماما تبين أن يجيك أمنية واحدة أو بعد 5 سنوات يجيك 3 أمنيات؟ والله لا، أبي بعد 5 سنوات يجيني 3 أمنيات. أنا عشان واحدة النات، واحدة الميت، واحدة أنا. صح. أنا بتمنى الحين. ليش بتمنى؟ إنه عندي 1,000,000 أمنية. صح، حلو، ذكية. وثلاث أمنيات أخلي أبي 50 أمنية، يعني والثالثة والثانية 50 أمنية، والرابعة 55,000، و99,000، و6,000 أمنية. شكلك تحب الرياضيات، تحب تقول أرقام. أحب الرياضيات، هذه أكثر شيء أحبه. طيب أوكي، اللي بعده. التجرب مرارة تجربة مررت بها كانت الأكثر مغامرة، لا يعلم عنها الجميع. أو ما هي المغامرة التي تتمنى أن تخوضها؟ المغامرة التي جربتها كانت الحمل والولادة، لأنه لما حملت ما كنت أدري وش بيجيني، لما جتني الولادة طلعت أكبر مغامرة. بس ما يمديني تراجع. أخبر كل فرد من أفراد عائلتك بميزة تميزهم لم تخبرهم بهم من قبل. أخبر كل فرد من أفراد عائلتك بميزة تميزهم لم تخبرهم بها من قبل. سؤال صعب الصراحة. ليش؟ لأني كل شيء أعلمكم أنا أول بأول. بس بفكر، أعطني كذا ثواني. مميزات نوت ما شاء الله أن عندها سرعة البديهة، تفهم على الطاير. وميزة ضاري أنه عاطفي، رحوم يرحم. إيه نسمع، أرحم شخص. إلا ذاك اليوم أعطاكي مصيصة وهي بيها، تذكرين حين في السيارة؟ أعطاني مصيصة بس ذاك مرة ضربني بس عشان يلمس لبلبته. يمزح هو، شاكسك. لا والله أتذكر المشاكسة ضاري. تفصيل التفاصيل. والميزة اللي تتميز فيها ميسو ما شاء الله عليها مرتبة ومنظمة، دائما آخر غرفة تلقاها مرتبة. وقرقورة بعد. إيه كلكم قرقورين، هيا ما شاء الله ما تقضون من السوالف. متى كنت آخر مرة كنت تقوم بها بعمل ومن شدة انغمسك؟ قراءة لك ذي يا ضاري، جيب عطنا الكرت. نسيت الوقت تماما. متى كانت آخر مرة كنت تقوم بها بعمل ومن شدة انغماسك نسيت الوقت تماما؟ لما أسوي مونتاج فيديو لكم بينزل باليوتيوب. ما تشوفين الوقت، ما يروح الوقت وانا قاعدة ما انتجه. ما تعرفين انت من لعب اي ينساكم ولا اعرفكم من انتم. هل تفضل ان تستخدم ماء بارد ام ان تنام ساعة اقل مما انت معتاد عليه؟ والله خلني اجاوب انا. السؤال صراحة صعب.
مستحيل استحم ما بارد والله ما انهبلت، وحسافة صراحة نقص ساعة من نومي. أنت مخليه ما بارد عادي؟ لا لا مستحيل، أنا ما بارد عادي. لا 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 لا، أنا بالشتاء أحط ساخن، ولما الصيف أخليه أبرد من البارد. طبعا هذا الطبيعي بالشتاء، بس أنا ما بطبيعي زيكم، أحب الحار بالصيف أحطه حار. غريبة. أوه غريبة، حار ببارد بالصيف تبرد. هل تفضل أن تحضر عرضا مسرحيا جديدا أم أن تحضر افتتاح مطعم جديد بحضور بعض مطعم جديد؟ طبعا طبعا، وكبار الشخصيات مطعم، أهم شيء الأكل أو كبار الشخصيات، بس يكون مطعم لازم لذيذ. أنا بروح المسرح عشان لما أغني مثلا أكون مشهور، وما نروح عند مطعم المشاهير. لا ما شاء الله ذكي، تخطط أنت. أو اسمع، أروح المطعم أكل ومن أروح تروح المسرح. لا مو على كيفك، هو قال اختار واحد يا بابا. من كان له تأثيرا سلبيا عليك؟ الحمد لله ما حد يأثر علي سلبي، ممكن أحد يأثر علي إيجابي، بالعكس يمدني بالطاقة. بس مرة من المرات ما أنا بأولى ثانوي كانت في معلمة تعاملت معي بشكل سلبي جدا، بس إن شاء الله ربي يعوضني خير. أعطيني أسماء ثلاثة كتب كتب هي الأمتاع بمناسبة لك. ما أدري إيش قلت صراحة، إنه تقرأ السؤال. اسمع، أعطيني اسم ثلاثة كتب هي الأمتع بالنسبة لك. جريج جريج جريج. السؤال هذا أعتقد موجه لي مو بلك. الثلاثة الكتب الممتعة، رواية قديم اسمها الجنية لدكتور غازي قصيبي، أي كتاب للأستاذ أدهم شرقاوي، وأي كتاب ل شو اسمه ذاك لله الله الفيفي، علي الفيفي. أي كتاب كتبه ممتعة ومفيدة؟ أي كتاب جيف كيني، أي كتاب ديفيد وولمز. مش ثقافتك أجنبية أنت؟ ذا شو اسمه حقت ليلى، شو اسمه جنية الأسنان، أخذت منه دفترين، هو كبير مرة كبير، أخذت جنية الأسنان وعصابة في منتصف الليل، مرة حلو. ذا شو اسمه خلصت بيومين. وبعد هاري بوتر. جريك عيني جريك جميع الأجزاء 20 جزء قريتي حق جريك. أحقوت بالله. وهاري بوتر. وانت ضاري؟ أنا يومك مشغب هذا كالعادة، كل أجزاءه كل أنواعه واجه. وثاني شيء لا ميكي أظن، والثاني ميكي ماوس. هاري سوبر البطوط. أيوه. قصة هناك سوبر البطوط، وميكي جيب، ميكي جيب نفسه سوبر بطوط، بس سوبر بطوط يعني من أجزاؤه مو من أجزاء قريب لمه. طيب نكمل. هذه طويلة. إذا كان عليك على الاختيار بين حياة عائلية سعيدة وظيفية، أعطنا نوتة أقول اختصار. منها عادية، وبين حياة مهنة عادية، ويين. إذا كان عليك الاختيار بين حياة عائلية سعيدة ووظيفة، الوظيفة مهنة عادية تكون، أو بين حياة عائلية عادية ووظيفة ناجحة، أيهما تختار؟ الخيار الأول طبعاً. خيار الثاني. الأول. العائلة أولاً ثم الوظيفة. عادي يكون كسلان، عادي يطلقوني. لا ما تكون كسلان، تكون مجتهد، بس إنه عندك أولويات بعد بحياتك. مثلاً لو يقولون لي صيري مديرة، طبعاً برفض، لأنه ياخذ من وقتي الكثير، وأنا أفضل أن وقتي أكثر يكون مع عائلتي. يا تستانسين. نعم. تتهوين تحبين. طبعاً. أمشي وكاشخة تتلقى هو وتقول أطفالها وتبوسين ظهري. تبوسيني. وراء وانتبه لك. تقطعين راسك. تقطع راسك؟ إيه وتبوسيني. من كثر تبوسينا. ما هي الكلمة التي كان دائماً ما يكررها أباك أمك جدتك؟ يكررها. يكررها أباك أمك.
أباك أمك حد أكد. جدتك. ما هي الكلمة التي كان دائما ما يكررها أباك؟ الكلمة اللي كررها أبوي دائما كلمة إن شاء الله، يعني إذا قلت له يبقى خروح لم عمي العصر ولا مخالف تودينا لم خوالي يقول إن شاء الله، ما يقول إيه، يقول إن شاء الله، وإذا قال إن شاء الله إحنا نفهم إنه إيه مستانس. وإذا كان ودي يقول لا وش يقول؟ يقول لا. أمك؟ أمي تقول دائما يلا قوم للمدرسة. أهم شيء ندمي دراسة. جدتك؟ جدتي من أبوي كانت دائما تقول لا إله إلا الله، سمعناها درينا جدتي جت. أما جدتي الأمي كانت تقول هيلة يا هيلة، اللي هي أمي تصوت لأمي. جدي الأبوي ما أذكره لأنه متوفى وأنا كنت صغيرة أو من ولدت، ما عمر شفته أبدا. أما جدي الأمي كان يقول دائما الله أكبر الله أكبر، لأنه هو مؤذن مسجد. وبلي بعده أنا بأي شغل بأي تهاوشوا تهاوشوا. هذا خلصنا. هل هناك شيء عن طفولتك لا تعرفه كثيرا من الناس؟ ما فهمت السؤال. يعني في شيء عن طفولتك ما حد يعرفه أبد؟ إيه طيب ما رح أقوله، أنا ما بيكم تعرفونه ولا بي المتابعين يعرفونه. طيب خلاص أصلي لا لا بقول بقول بجاوب. الشيء اللي في طفولتي كنت أسويه ما حد يعرفه، إيه اللي هو لما كنت أتعلم للصلاة، يعني عمري أقل من 10 سنوات، كنت احيانا اصلي وانا قاعده كذا مالي خلق، بس كذا مو تعبانه ولا اي زيك، بس كذا مالي خلق قبل. اصلي وانا قاعده واجمع بين الصلوات، اصلي العصر مع الظهر ولا المغرب مع العشاء بوقت واحد. انا بالحين اقول بنيتي وانا كذا صغيره، اقول نيتي اني بصلي العصر وبعد حق الظهر. يا سلام بالصلاة واحده، يعني 4 ركعات النية ان الظهر والعصر. وش ذا التصرف الغبي؟ فأجي أكذا أقعد تخدعين، واللي قلت أحس أحد جاي أجي سيبني أصلي، وبعدين راح أقول الحمد لله وأجي أتفرج مع الغرفة. الحين انكشفنا أنا وياك وأخطائنا في الصلاة. أنا بس استغفرنا ربي وإن شاء الله ربي بيسامحنا. يوم كان عمري 4 يوم صار 5 سويت كنت مع أنتو حفلات وقع، بس لكن ما أذكر إني يوم كنت من كيكي تاكلين من أنتو ما تدرون أخذ كذا تكفين أكلته ما حد يدري. من الشقاوة هذا شيء ما حد يدري عنه بطفولتك. إيه. ما شاء الله على الطفولة العريقة، توك ما بديت يا هادي. أنا يوم كان عمري 7 سنوات كنت يدربوني أصون، صح ما كنت أصون، كنت إيش أسوي؟ كان في حلويات M&M's أتذكر عندي، كنت جيتي كان حافز تقولين بحطه وإذا خلصت وإذا أذن المغرب روحي كلي الحين. انا ما عندي صبر طبعا، ذوليك الكبار الحلوات ما عندي صبر، فاجي اناظر كذا المطبخ ما في احد، اجي اكل يعني. يا سلام ربي لو سمعت انا بزر، انا ابي افطر عشان جوعانه حلقي وجع. وعلشان التوت انتم تصومون زمان صح؟ التوت قلبي اخو كذا اقول اللي يصوم راح اعطيه توت، بس لازم اللي مثلا صام تعطينه سمبوسه، تعطينه قيمات، تعطينه توت. اما اللي ما صام ياكل خبز وجبن. انا لا. ولختم الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب تفعيل الجرس. مع السلامه. مع السلامه. شكرا لكم. اي علي انا مو عليهم والله.